بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هناخد المحاضرة 11 والأخيرة من تصميم منشآت خرسانية 2 للفرقة الثانية مدني المستوى الثالث. في الاتنين ليكتشر اللي فاتوا كنا خدنا اتنين اكزامبلز على الايه، على الفريم. الفرق بينهم وبين الاكزامبل اللي احنا ناخده النهارده ان النهارده نتكلم على اللينك ممبر. ده فريم زي ما انتم شايفينه كده، في كانتليفر، في بيم، وفي كولوم، وعلى العمود اللي على اليمين ده لينك ممبر. طيب احنا الاف اس يو بتاعتنا كومبريسيف سترينث 25 ميجا باسكال، واليلد ستريس 360 نيوتن على المليمتر سكويرد. سيكنس السلابه دي اللي بنستخدمها في اخر سلايد واحنا بنرسم السكاشن 120 مليمتر. السبيسنج بتوين الفريم ده والفريم اللي وراه 6 مليمتر. والويدث بتاعي بتاع الفريم انا بفرضه 300 مليمتر، انت بتفرضه براحتك من 300 ل 500 مليمتر، بشرط لو فرضته اكتر من 400 بتيجي على السكاشن اللي انت بترسمها في الاخر خالص، بترسمها 4 برانش، اربع افرع. السكاشن اللي انا هاخدها اللي هي اعلى قيمه على العمود اللي احنا شايفينه قدامنا، واكبر قيمه بوزيتيف واكبر قيمه نيجاتيف اللي موجوده على الكاميرا، واول الكانتليفر اللي احنا شايفينه فوق شمال ده، واللينك ممبر. يعني ممكن نلاقي في الفريم ده خمس سكاشن مش اربع سكاشن، بس احنا لقينا اربعه بس. السبب ان احنا اما جينا رسمنا البيندنج مومنت دايجرام اللي هو اوريدي هيبقى جيفن عندك في الامتحان، لقينا ان في قيمه البارابولا، في بارابولا بس بوزيتيف مفيش نيجاتيف على الكاميرا. طيب احنا دلوقتي لو احنا فكرنا في السكاشن اللي احنا ناخدها هنلاقي ان احنا قدامنا اربع سكاشن بس مش خمسه. طبعا ما دام مكتوب، ما دام الاحمال وركينج، فرسمنا البندنج مومنت دايجرام والنورمال فورس دايجرام وركينج، معناها كده ان الارقام اللي احنا هنطلعها منه هنضربها في واحد ونص عشان نحولها للالتيميت اللي احنا بنصمم التيميت. طيب هنشوف سكشن رقم اثنين اللي هو اكبر قيمه بوزيتيف على الكاميرا، نلاقيه 360 كيلو نيوتن على المتر. طيب ومفيش طبعا مومنت لو احنا نورمال لو بصينا تحت. بالنسبه للكانتليفر اللي هو سيكشن رقم 3 اللي فوق شمال ده، هنلاقي المومنت اللي عليه 112 ونص، ونلاقي عليه النورمال نيجاتيف 30. طيب بالنسبه للعمود بصينا على المومنت اللي موجود على العمود، لقينا اكبر قيمه اللي هو اعلى العمود اللي هو 180 كيلو نيوتن متر، والنورمال بتاعه 310. اللينك ممبر حاجه، طبعا اللينك ممبر عارفين ان هو عليه بيور نورمال سواء كومبريشن او تنشن، ده بيتصمم زي الشورت كولوم، او لو عليه تنشن يبقى يتصمم بيور تنشن فقط. طيب لو ضربنا الارقام ديت في واحد ونص، انا هحول الارقام ديت من وركينج لالتيميت، يبقى الجدول اللي فوق هو الجدول اللي تحت بس مضروب في واحد ونص. اكبر مومنت لو احنا بصينا على اكبر مومنت هنلاقيه 540 اللي هو جاي في سيكشن رقم 2، بس الملاحظ بقى ان مش معاه نورمال، فمش هنضرب، اما نجيب الدايمنشن مش هنضربها في 1.1 و1.3. لو فرضنا ان كانت ال 270 هي اكبر مومنت، فكنا لازم نضرب، اما نجيب الدايمنشن نضربها في 1.1 1.3 عشان ناخد تاثير النورمال في الاعتبار. احنا عندنا 540، خدنا فرضنا السي 1 ب 3.5، وبعدين استخدمنا قانون السي 1، قلنا الدي بتاعتنا بتساوي السي 1 اللي هي 3.5 في الجهاز التربيه. الاكبر مومنت اللي هو 540 في 10 اس 6 على الاف اس يو اللي هي معطى ب 25، والبي اللي انت بتفرضها او هي بتبقى جيفن ب 300. نقرا المساله كويس قوي عشان لو كانت جيفن تطلع 939. هنا مش هنضرب في 1.1 ولا 1.3، لان اصلا القطاع ده اللي احنا خدنا منه اكبر مومنت معلهوش نورمال. طيب فقربناها لاقرب 50 لان هيطلع لي تي اقل من او يساوي ال 1000. يعني بص، رغم ان احنا اخترنا 50 وزودنا 950 زودناها 50 بقت 1000 بالظبط، لان هي لو كانت هتطلع اكبر من 1000، تي هتطلع اكبر من 1000، كنا خدنا الكفر ب 100 وكنا قربنا الدي لاقرب 100. طيب الرقم ده لازم يبقى اصغر من خمس اضعاف البي اللي انا مديها لك او اللي انت فرضها. فرضا ان انت طلعت تي 1600 مثلا، وخمسه البي طلعت ب 1500، لا ساعتها نعيد الخطوه دي، الخطوه دي بس، ونشيل البي ونحط مكانها 350 مكان 300. لو طلعت اكبر من خمس اضعاف البي نقول 400 450 500. السكشن واحد انا اخد النورمال بتاعه اللي هو 310 نضربها في 1.5 عشان نحولها للالتيميت، وال 180 اللي هي المومنت نضربها في 1.5 عشان نحولها للالتيميت. طبعا ديت ام وان عاديه خالص، خدنا النورمال ضربناه في 10 اس 3 على الاف اس يو في البي في التي، طلع الرقم ده اكبر من 4 من 100. يبقى ساعتها نعمل تشيك على المومنت، واحنا عارفين ان احنا لما بنعمل تشيك على المومنت قدامي ثلاثه خطوات. الخطوه الاولى ان ممكن يبقى الاي على التي اقل من 0.05 ويبقى نجلكت النورمال، نجلكت المومنت. لو طلعت ما بين بوينت نص ل ما بين 1.5% لنص يبقى سمول اكسنتريستي، وساعتها ندخل انتر اكشن دايجرام. لو طلعت اكبر من نص يبقى بيج اكسنتريستي. احنا عملنا ايه؟ جبنا الاكسنتريستي قسمنا المومنت على النورمال، طلعت ب 0.58، قسمنا الاي على التي بس بالمتر، لان الاي بالمتر اكسنتريستي بالمتر، ف 0.58 على 1 متر طلعت بتساوي 0.58 برضو. اكبر من نص يبقى بيج اكسنتريستي. نحسب الاي اس، الاي اس بتساوي الاي زائد التي على 2 ناقص الكفر،
ونظرا لان تي 1000 بالظبط يعني اصغر من او يساوي ال 1000، فاخدنا الكفر 50 ملي متر يعني 0.05 متر في الحاله دي. نضرب الاي اس في النورمال اللي عندنا ونتاكد ان الام اس لازم تبقى اكبر من الام التيميت، مش هنعيدها تاني يا جماعه، مفيش، ما دام مومنت وكمبريشن يبقى الام اس لازم تبقى اكبر من الام التيميت، لو تنشن يبقى لازم يبقى اصغر من الام من الام التيميت، يا اما اكون غلطان في الساين في الاشارات. الدي بيساوي سي 1 الجهاز التربيه الام اس في 10 6 على الاف اس يو في البي، طبعا ناخد الدي اللي هي تي ناقص الكفر اللي هو ال 50، والمومنت اللي عندي اللي هي الام اس في 10 6 على الاف اس يو في البي، نطلع من هنا السي 1، طلعت السي 1 اصغر من 4 85، يبقى ساعتها نعوض في الرول بتاعتها ونطلع الجي 0.799 تقريبا 0.8. ناخد بقى الاريا سي بيساوي الام اس في 10 اس 6 على الاف واي في الدي في الجي ناقص، مش زائد، زائد في حاله التنشن ناقص في حاله الكومبريشن، النورمال في 10 اس 3 على الاف واي في على الجاما اس، جاما اس اللي هي ريديوست فاكتور لليلد ستريس للحديد اللي هي 1.15 معامل تقليل الحديد. الرقم ده طلع اصغر من الاريا ستيل، حيث ان الاريا ستيل مينيمم اصغر اكبر من الاريا ستيل مينيمم، اصغر من الام من الاريا ستيل مينيمم، حيث ان الاريا ستيل مينيمم هي 1.1 على الاف واي في البي في الدي اللي هي 1.1 على 360 في 300 في 950 طلعت 870، ما دام اصغر يبقى ناخد للسكشن ده ان الاريا ستيل بيساوي اريا ستيل مينيمم، طلعت يا 5 فاي 16 يا 4 فاي 18 وانا كملتها ب 4 فاي 18 خلاص. طيب حلو، طيب الاريا ستيل داش هتبقى بتساوي 20% من 10 ل 20%، ناخدها 20% من الاريا ستيل اللي انت اخترتها تطلع 174 3 فاي 10 او 2 فاي 12، انا خدتها فاي 12، يبقى انا بقى عندي اثنين حديد، حديد اساسي ب 18 وحديد سكندري ب 12، خلي الحديد السكندري دايما ب 12 وممكن اختار حديد تاني للحديد الاساسي، يعني ممكن سيكشن تاني اختار حديد اساسي ب 20 او 22، اما الاقيه مثلا طلع لي 10 سيخ فاي 18 لا خليه مثلا 4 فاي 25 5 فاي 8 فاي 20 كده يعني. طيب سيكشن رقم 2 ما عليهوش نورمال، النورمال بتاعه ايكوال 0 والمومنت عليه 360 وده اللي طلعنا منه الدايمنشن، فاكرين فرضنا السي ب 3.5، فلو عاوزين في السيكشن ده تاخدوا الجي على طول ب 0.78 شغال. لو عاوز تمشيها سيستماتيك قوي كان ما لناش علاقه بخطوه الاسيوم دايمنشن، هنحط المومنت اللي احنا طلعنا منه الدايمنشن ونحط الدايمنشن ب 900 دي اللي هي 1000 ناقص 50 تطلع ب 950 يطلع تقريبا ب 3.5 اللي انا كنت فارضها، والجي بتاعتها تطلع بتساوي 0.78 اللي انا برضو كنت ممكن افرضها، يبقى انا كان ممكن ما اعملش الخطوه دي واخد على طول ما دام خدت السي 1 ب 3.5 للسكشن لنفس المومنت ده يبقى ممكن اخد الجي بتاعته ب 0.78. الاريا سي بيساوي الام التيميت في 10 6 على الاف واي في الدي في الجي، طلعنا الحديد ب 2193 9 فاي 18 او 7 فاي 20 الاثنين نقدر ناخدهم، لان حيث ان السكشن اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو السكشن رقم 2 هو السكشن اللي خاص بالكاميرا السفلي، ملوش اتصال، ما فيش اتصال خالص ما بين الكاميرا والعمود، فممكن ناخدها اي حاجه، ممكن انا خدتها 7 فاي 20 لا عشان اثبت بس ان انا في الحاله دي ان عدم اتصال الحديد بالعمود هنشوفها دلوقتي في التسليح، ممكن اخد دي حديد ودي حديد، الاريا ستيل اللي هي 1.1 اف واي اللي هي طلعت 870، وانا الحديد بتاعي طلع اكبر من الاريا ستيل، الاريا ستيل داش من 10 ل 20%. اما نوصل يا جماعه ان انا قلت ان الكاميرا حديدها ما بيبقاش متصل بالعمود، واحد يسالني ليه؟ طب ما هو طول عمرنا الكاميرا بتبقى واصل بالعمود، بناخد ال على 4 وننزل في العمود وناخد ال على 5 وننزل لغايه اتش على 3، طب المره دي ليه لا؟ نركز فيها كويس قوي عشان لما نوصل للتسليح وحتى لو انا نسيت اشرحها تكون انت ايه؟ خدت بالك من التسليح. طيب الاريا سيل داش خدناها 4 فاي 12 او 3 فاي 16 إيه؟ خلاص احنا اتفقنا ان الاريا سيل داش مثلا ناخدها 12 خلاص انتهى الموضوع. رغم ان الحديد الاساسي انا خدت سيكشن 18 واخد السيكشن ده 20 مفيش مشكله. سيكشن رقم 3 طبعا يفضل ان الحديد كله يبقى حديد واحد، يفضل يعني انا لو اعرف اخد دي 18 واللي قبله 18 او اللي قبله 20 وده 20 خلاص يا ريت، انا بس بثبت لك بس بالاكزامبل ان انا كان ممكن اخد اثنين حديد اساسي. طيب الام التيميت هيبقى 1.5 من السكشن الاخير فوق دي بتاعت الكانتليفر، فيبقى النورمال بتاعها بيساوي 30 وال30 دي كانت جايه لها من الويند يبقى 45 كيلو نيوتن متر، والام التيميت 1.5 من الام من ام وركينج اللي هي 112.5. هنعمل تشيك على النورمال، فالنورمال في 10 3 على اف اس يو في البي في التي طلعت اقل من 4 من 100 بكتير كمان، يبقى نجليكت النورمال ونصمم على المومنت عادي خالص. الدي بيساوي سي 1 الدي اللي هي 1000 ناقص 50 والمومنت ب 1608 168.75، طلع من هنا سي 1 طلعت سي 1 اكبر من 4 85 يبقى جي 0.826. نجيب الاريا ستيل
بيساوي الام التيمت في 10 اس 6 على الاف واي في الدي في الجي. نطلع من هنا الاريا ستيل، لقينا ان الاريا ستيل اصغر من الاريا ستيل داش، يبقى برضو هناخد الاريا ستيل بتاع السكشن ده بيساوي اريا ستيل داش مينيموم، سوري اريا ستيل بتساوي اريا ستيل مينيموم، لان الاريا ستيل اقل من الاريا ستيل مينيموم، فناخد الاريا ستيل بتساوي الاريا ستيل مينيموم اللي هي 5 في 16 او 4 في 18، انا خدتها 4 في 18 في التسليح هتشوفوها. الاريا ستيل داش 20% من الاريا ستيل 3 في 10 او 2 في 12، انا خدتها 2 في 12. سيكشن بتاع اللينك ممبر بقى طبعا بيور نورمال، والنورمال ده كومبريشن، النورمال ب 270 ضربناها في 1.5 طلعت 405، نصممها زي العمود. عندنا الدايمنشن لا، طب ليه هتفرض دايمنشن للينك ممبر مختلف عنها؟ صحيح نسيت اقول لكم على حاجه، سيكشن رقم 3 رغم ان هو كان كانتليفر، سيكشن رقم 3 نرجع له بس، ده سيكشن رقم 3 كان كانتليفر، من حقي ان انا اخد الكانتليفر دايمنشن اجيب له دايمنشن غير الدايمنشن بتاع المساله، ينفع ينفع يعني انا لو انت حاولت تحل تاني وجيت عند السكشن رقم 3 وقلت لي لا انا مش هاخد الدايمنشن بتاعتي اللي هي 1300، انا اسيوم السي 1 ب 3.5 واخد المومنت في 10 6 على الاف سي وفي البي في التي تحت الجذر واضربها في 3.5 اطلع الدي، واخد الدي ديت اضربها في 1.1 من 10 و1 و3 من 10 اطلع رقم بينهم وازود عليها الكفر على حسب اكبر من 1000 ولا اقل من 1000. طيب واطلع كانتليفر دايمنشن مختلف عن الفريم، ينفع؟ ينفع. يبقى ينفع؟ اه ينفع. خلاص يبقى انا كان ممكن امسك سيكشن رقم 3 ده واطلع له دايمنشن مختلف، لان قلنا اي كانتليفر كان ممكن اطلع له سيكشن مختلف عن بقيه الفريم. انا هنا سهلت على نفسي في الحسابات ان انا خدتها بنفس الرقم، عشان كده الحديد بتاعها طلع قليل قوي اقل من المينيمو. بس ممكن انت تحلها تاني، طلع دايمنشن تاني، واما تيجي ترسم الكانتليفر ارسمه ارفع من الايه يا جماعه؟ الفريم الباقي. طيب سيكشن رقم 4 اللينك ممبر، انا صمم عمود طبعا ما عنديش دايمنشن، اللينك ممبر مختلف عن المبنى؟ اه طبعا. اللينك ممبر اما تيجي تصممه، احنا خدنا المساله ديت عشان نتكلم عن اللينك ممبر. اللينك ممبر هو عمود صغير جدا عليه بيور نورمال اونلي، فيبقى دلوقتي يا جماعه الدايمنشن بتاعته تبقى قليله قوي، اصغر من كتير من فريم، اصغر كتير من الفريم. بس طبعا يفضل ان انا اخد نفس عرض الفريم عشان يبقى الفريم بالعمود اللي شايل الفريم يبقى نفس العرض، بس مش نفس الويتس، مش نفس التي، بس نفس البي. يبقى انا دلوقتي بصوا يا جماعه ازاي اما يبقى عندي حاجه عليها بيور نورمال كومبريشن وعاوز اجيب لها الدايمنشن، اقول البي في 10 اس 3 بيساوي 0.35 في الاف سي وفي الاريا كونكريت بلس 0.67 في الاف يلد في الاريا ستيل، اشيل الاريا ستيل واحط مكانها 1% من الاريا كونكريت، كلنا متفقين على الفرض ده ما بين 8 من 10 وما بين 4%. طيب طلعنا الاريا كونكريت طلعت بيساوي 36283، فرضنا البي ب 300 نفس البي بتاعت الفريم، وده يفضل. قسمنا الاريا كونكريت على البي طلعت اقل من البي نفسها. طب نراجع الشورت كولوم، واللي ما يسمعهاش مني في الشورت كولوم يسمعها مني دلوقتي. التي بتاعت الشورت كولوم او بتاع الاليمنت اللي عليه بيور كومبريشن اونلي اللي هو زي السكشن رقم 4 ده، التي احنا دايما نقول لازم تبقى اقل من 5 اضعاف البي، اللي هي 5 في 300 تبقى اقل من 1500. لا كمان في حاجه ان هي ما تقلش عن البي اللي انت فرضها. فرضا ان انا فرضت البي ب 350، يبقى التي ما تقلش عن 350 وما تزيدش عن 5 اضعاف البي. خلاص كده؟ يبقى التي يعني انا مثلا ايام ما العمود كنت دايما افرض البي ب 250، ده المينيموم دايمنشن، لو تي طلعت حتى 15 افرضها برضو 250، يبقى هي لا تقل عن البي ولا تزيد عن 5 اضعاف البي. الاريا سي بيساوي 1% من اريا كونكريت، 300 في 300 نضربها في 1% طلع الحديد بيساوي 900 ملم، 8 في 12 او 4 في 25. واحد يقول لي ليه 12 وليه 25؟ ليه فين ال 20 وفين ال 22؟ فين اللي بينهم؟ هو ده ما دام مربع يبقى مالتي بلاي الاربعه، مضاعفات الاربعه. فانا قعدت اجرب 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 اجرب، الحاجات اللي طلعت لي بيور ارقام تقبل القسم على اربعه هي ال 25 وال 12. ال 16 مثلا طلعت 7، ال 20 طلعت 9، فما فيش واحد طلع لي طلعت لي قصدي سوري 5 مثلا 6، فالمهم طلعت لي رقم ما يقبلش اسم على 5. هنا ما قربتش، يا 4 في 25 يا 8 في 12، ده شغال الاثنين. نبدا بقى يا جماعه، رسمنا سنتر لاين الكاميرا بالارتفاع، سنتر لاين لينك ممبر، سنتر لاين الكانتليفر فوق، وكملنا الابعاد بتاعت الفريم 9 متر والكانتليفر 3 متر والهايت بتاعي 6 متر، ممكن ازوده نص متر اللي هو منسوب تاسيس اللي هو جزء العمود اللي تحت، والجزء اللي فوق 3 متر. هنبدأ باللينك ممبر، اللينك ممبر عرضه اصلا بوينت 3، مش احنا قلنا بوينت 3 والعمودي على الورقه بوينت 3 برضه، يبقى بوينت 3 في بوينت 3 مربع. فاجي سنتر لاين اللينك ممبر من اليمين بوينت 15، طبعا كل الكلام ده مضروب في 2 يعني 3 من اليمين و3 من اليمين، واطلع بالكانتليفر
باللينك ممبر. بعد كده الكاميرا نفسها عرضها متر برضو، اعمل 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 ترحيل خط موازي للسنتر لاين من فوق نص متر ومن تحت نص متر ووصله باللينك ممبر. العمود هنجد، فنيجي من تحت نعمله ازاي يا جماعه؟ نعمل عرضه نص التي اللي هي عباره عن نص متر، نسنتر هنا ربع متر من اليمين وربع متر من الشمال، الخط ده يمشي ستريت كده طالع لفوق ستريت ما يتغيرش، والخط ده يمشي لغايه ما يجيب ده واحد. في واحد يقول لي ازاي اعمل ديت الواحد متر؟ اخد خط موازي لده على مسافه الواحد متر، يبقى انا لما اجي ارسم الواحد متر ده مش الخط ده خلاص انا رسمته اهو يا جماعه، انا رسمت الخط ده، وبعدين اجي هنا اخد خط هنا موازي على الواحد، يعني اطلع هنا ربع اهو، طلعت الربع اهو اللي فوق ده، وبعدين اخد خط موازي ليه على مسافه واحد يقطع النقطه دي انزل بيها واربط ده. الكانتليفر يا جماعه لو كنت عاوز اعمل كانتليفر مختلف، يعني الدايمنشن بتاعته مختلف، بص يا جماعه انا هطلع بيه اهو وبعدين امشي كده وبعدين امشي كده. واحد يقول لي استنى، هو انت مش كنت بتاخد الكانتليفر ديت من فوق هي المستويه ومن تحت هي المايله؟ تنفع يا جماعه، ينفع اخد ديت اهي كانتليفر اهو امشي ال 3 متر وبعدين اخد نص التي، لو دي متر يبقى دي نص متر، وارجع تاني خط مايل، يبقى اللي تحت خط مايل واللي فوق خط ستريت، او العكس. انا المره دي عملت شكل تاني اهو يا جماعه، طلعت وبعدين خدت هنا هنا نص متر ربع وربع، مشيت ده خط ستريت وميلت ده، العرض ده بتاع كام؟ 2 متر. لو كنا خدنا الكانتليفر ده مثلا طلع بوينت 8 كنت عملت ايه؟ كنت طلعت بالعمود ده بوينت 8 اهو، مش لازم اهو، كنت دخلت شويه كده وعملت دي بوينت 8 وجيت هنا عملت دي بوينت 8 ودي بوينت 4، مفيش مشكله. ده شكل التسليح، شكل الكونكريت دايمنشن. نوقف بقى يا جماعه الفيديو هنا ونحاول او نمسك ورقه ونرسم الرسمه دي. بعد ما نرسم نحط في وسطها التسليح، ده شكل التسليح. نبدا سيكشن سيكشن مع بعض، هنبدا بسيكشن رقم واحد. سيكشن رقم واحد طلع 4/18، المومنت بتاعه جوه ولا بره يا جماعه؟ المومنت بتاعه جوه، يبقى ده ال 4/18، ده 2 و2. واحد يقول لي طب انت ليه معلم على الاحمر ده؟ بصوا يا جماعه انا عملت ايه؟ مش المفروض الحديد الاساسي، ركزوا بس معايا وانا هقول لكم ليه عملته باللون الاحمر. مش المفروض الحديد اللي على اليمين يبقى يمين العمود يبقى هو ده الحديد الاساسي، وده الناحيه الثانيه سكندري بي سكند ستيل، فسكند ستيل ديت كانت بتساوي 2/12، يبقى دي خدناها 2/12 وطلعناها لفوق خلاص. وبعدين خدنا ديت دي 4 اللي هو المومنت اللي جوه اهو 4/18، خدنا الاربعه 2 اهوت و2 اهو. طيب هقول لكم ليه انا ما عملتهاش تبع اللون الاحمر. شوفوا بقى، طبعا مشيت هنا الا على 4. السكشن رقم 2 كام يا جماعه؟ 7/20. طب ليه ما خدناهوش 18 9/18؟ ينفع، وكان 9 ما فيش مشكله، اخد 5 و4، كانت المساله كلها هتمشي 18ات و12ات، جميل جدا المساله كانت هتمشي كده. انا حبيت ان ابين لكم ما دام الحديد مش متصل ما بين الكاميرا والعمود. ليه الحديد مش متصل ما بين الكاميرا والعمود؟ المومنت هنا تحت والمومنت هنا فوق، اللي بينهم مقص مش اللي بينهم يا جماعه اتصال. عارفين العكس يا جماعه، ما يبقى المومنت تباعد يبقى في بينهم اتصال، فلازم نفس الحديد اللي هنا يدخل لهنا. يعني ده لو كان في اتصال كان مثلا 12 دي لازم تدخل في العمود 12، اما هنا في بينهم مقص، يبقى الحديد شايف يا جماعه ده كده واداله طول رباط وطلع لفوق، ده اللي هم كام؟ اللي هم 7/20، وده كده اللي هو 4/20 طلع لفوق، عملوا مقص خلف خلافهم مقص. طيب سيكشن رقم 3 ركز فيه كويس قوي بقى، 4 ادي الاربعه، قمت نازل جايب سيكشن رقم 1 كمان، وادي خدتهم 2 و2. واحد يقول لي ما كانش ينفع اخليهم 4 مره واحده؟ ينفع الاربعه مره واحده. انا مقصر في حديد يا جماعه عشان اتش على 3 ديت، وعشان ديت تلت الكانتليفر، فيبقى وفرت مثلا متر من هنا في ثلاث في سخين، ووفرت كمان 3 متر، يعني ممكن يبقى سخين وفرت فيهم 5 متر يبقى 10 متر، يبقى وفرت 10 متر حديد. يبقى في سخين اهوت يا جماعه بالطول العمود كله، غطى الاربعه بتوع سيكشن رقم واحد من جوه، عدى اهوت غطى دي ولف في الكانتليفر، عمل اتصالها وفي تباعد ممكن، يبقى اتصال ودخل في الايه؟ في الكانتليفر ولف. عاوز اكمل لف كده ومرجعه تاني ينفع. حلو. طيب بالنسبه ليا تعال نشوف الناحيه الثانيه كده، مشينا طبعا الكانتليفر دي ثالث اكزامبل في كانتليفر، ولازم نخلي بالنا نمشي تلت من بره كده، يعني يبقى طول اللي فاضل تلتين يعني 2 متر، كانتليفر اصلا طول 3 متر، يبقى 2 متر منه اهو وفرت متر اهو ورجعت بيه كده 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 كده، واسيب اتش على 3، فالمسافه دي لو 6 يبقى افوت اسيب 2 متر من هنا، يبقى 2 متر من هنا ومتر من هنا، يبقى كاني وفرت 3 متر في العمود. طيب الكانتليفر ده كان الاريا ستيل داش بتاعته بتساوي 2/12، ادي اهو فوق فوق حطينا تحت 2/12، ويمين حطينا شمال 2/12 اللي هي بتاعت العمود، يبقى 2/12 بتاع العمود ده اللي انا مشيتها من اول العمود لغايه لاخر العمود لسببين، عشان الكانتليفر محتاج 2/12 وعشان العمود محتاج 2/12.
حلو. فرضا ان العمود كان محتاج 4 في 12، كنت خدت ال 4 في 12 دي ونزلتها لتحت. سيكشن رقم 2 كان محتاج اريا ستيل داش ب 4 في 12، اهم 4 في 12 اهم فوق. واحد يقول لي طب ليه قطعته كده؟ ممكن تكمله كده 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 وتنزله، ينفع. بصوا يا جماعه، ال 4 في 12 ده البارابولا دي نازله لتحت كلها كده من الاول للاخر، كان ممكن اجيب ال 4 في 12 من الاول لغايه الاخر، يعني ممكن اطول دي 4 في 12 وامشيها كده لحد الاخر ومنازل بيها شغال. انا بس خدت الحته ديت عشان دبليو سكوير 24، خدت الحته دي اللي هي الوصله، دخلت هنا بوينت 4 وبوينت 4 4 في 12، لان هو اصلا الحديد السكند بتاعته 4 في 12، وكملت ب 4 في 12 لغايه الاخر. قلت لكم كان ممكن اعملها من الاول للاخر قطع سيكشن واحد وشغال. طيب لينك من باربع كان طالع حديد نورمال اهو يا جماعه، ثواني ثواني اهو اهو. بص النورمال كان طالع 8 في 12 يوزع على القطاع، عارفين النورمال يوزع على القطاع، يبقى انا دلوقتي اما دخلت عند النورمال اهو بصوا يوزع على القطاع. طيب هنشوف دلوقتي يعني ايه يوزع على القطاع، يعني ايه 3 و3 و2. لو عندي مربع، لو عندي مربع كنت عملت ايه؟ حطيت واحد في كل كورنر وكل جنب ياخد كام يا جماعه؟ واحد كمان، يبقى الجنب اللي على اليمين في 3 والجنب اللي على الشمال في 3 اهي يا جماعه. بصوا اهي بصورها لكم بس دقيقه وارجع لك تاني اهي. انا دلوقتي عندي 8 سياخ، اللي على اليمين دولت خط طوله كام؟ 3، واللي على الشمال ده خط طوله كام؟ 3 و2 في النص. يبقى اما رجعنا هنا اهو يا جماعه بصوا 8 فاي 12، لان هنا 3 وهنا 2 وهنا 3. طيب لازم ادي له طول رباط، ما هو اللينك منبر مش هيجي في الارض ومش هيتصل مش هيتوصل، اطلع له اشاير عمود طوله ال ديفلوب. ال ديفلوب بكام يا جماعه؟ دي تنشن ولا كومبريشن؟ دي كومبريشن. ال ديفلوب بتساوي 40 قطر السيخ، يعني 40 في 12. طيب خلاص ممكن اخليها اشاره متر، ينفع اشاره متر. وكمان اما خدنا اما يبقى في لينك منبر متوصل بالفريم يقف لغايه الفريم ويتمد طول رباط قيمته اللي ديفلوب، عاوز امشيها 1 متر المهم ما يربطش في حاجه، لان اللينك منبر في انترميديت انجن فيدخل بس طول رباط اللي ديفلوب، بتبقى 40 اذا كان عليه كومبريشن، ويبقى 80 لو عليه و 80 و60 لو هي عليه تنشن. حلو قوي. خلاص اللينك منبر يبقى حديد تعليق. طبعا كانت هنا 5 فاي ايه؟ 5 فاي كام؟ 5 فاي 8. هنا عامله زي العمود مع الكاميرا، كانت العمود بتمشي، كانت الكاميرا بتمشي بتقف، وكانت العمود هي اللي بتكمل. هنا 5 فاي 8، هنا تداخل مومنت 5 فاي 8، هنا المتر الاول من العمود بيبقى 10 فاي 8، وفي تداخل هنا 5 فاي 8 وكله 5 فاي 8 في الاماكن اللي فيها تداخل نعمل فيها تداخل، والباقي كله 5 فاي 8، ونيجي عند الاخر تبقى 10 فاي 10 او 10 فاي 12 لتكسيق، لان الوزن ده كله متركز على الرجل دي. السكشن بقى، طب نركز بقى على السكشن. سيكشن رقم 2 تحته 7 سياخ فاي 20 فوقه 4 فاي 12. سيكشن رقم 1 يمينه 4 فاي 18 وشماله 2 فاي 12. سيكشن رقم 3 تحته 2 فاي 12 وفوقه 4 فاي 12. سيكشن رقم 4 هو مربع 300 في 300 في 8 سياخ فاي 12. سيكشن رقم 1 اهو يا جماعه، سيكشن رقم 1 يمينه 4 فاي 12 وشماله 2 فاي 12، وطبعا عشان هو سيكشن عمود يبقى كل 250 خدنا ال 1000 ديت ونقصنا منها الكفر، خدنا ال 1000 ونقصنا منها الكفر 50، وقسمنا الكلام ده يبقى 950، قسمنا الرقم ده على 250 فطلع رقم 3 مسافات و8 من 10، عملتهم 4 مسافات، يبقى 1 2 3 4، اهم حاجه المسافه تبقى اقل من كم؟ من 250، واربط الاستخف بعضها، ربطت الكنه الكبيره والكنه اللي اصغر منها والكنه الحبايه. السكاشن سيكشن رقم 2 تحته 7 فاي 20 فوق 3 فاي 12. سيكشن رقم 3 بتاع كانتليفر 2 فاي 12 تحت و4 فاي 18 فوق، طبعا المسافه لا تقل عن كم؟ لا المسافه لا تقل عن 300، فانا ال 1000 دي ال 1000 نقصنا منها الكفر 50 قسمناها على 250 على 300، فطلعت المسافات ان هي ثلاث مسافات وشويه، فعملناها اربع مسافات. هنا الشرينكج بار، المره اللي فاتت قلت شرينكج بار، واما رجعت الفيديو لقيت كلمه شرينكج بار انا ما ترجمتهاش، سياخ انكماش. السياخ الانكماش دي بتتحط ليه يا جماعه؟ ليه بنحط 2 فاي 10 لكل 300، وليه بنحط هنا سخين فاي 12 لكل 250 في العمود؟ وليه دي ما بتتربطش ودي بتتربط؟ في العمود بنربطهم عشان الصب بتاعهم بيبقى من فوق، فممكن الحديد يتحرك. وكمان عرفنا ان الحديد لو المسافه زادت في العمود عن 250 يحصل له فلير، عكس الكمر، الكمر حديد سفلي وعلوي وبس. هنا بيتربط في الكنه. حديد شرينجش بار الريبار ديت اللي هي عباره عن سياخ انكماش. اما دبس الكاميرا بيزيد قوي لو عملنا حديد فوق بس وحديد تحت وصبينا، والمسافه اصلا دبس زايد عن 600 ملم، ف
تلاقي شروخ كده حصلت وفصل الحديد اللي فوق عن الحديد اللي تحت. فعشان كده عشان ناخد الاوبشن بتاع ما يحصلش فيليا في الخرسانه وناخد الخواص الخرسانه المسلحه، فنحط حديد اسمه الشرنجش ريبار كل 300 ملي متر، سخين فاي 10 كل 300 ملي متر في الكاميرا، وسخين فاي 12 كل 250 ملي متر في العمود. قطاع اللينك ممبر هو قطاع مربع 300 في 300 في 8 سياخ، قلنا حطينا يمين 3 سياخ شمال 3 سياخ وسيخين في النص او واحد في كل جنب، وبعدين حطينا كل جنب كمان سيخ. الاساينمنت اللي هو الاخير بقى اللي انتوا تحاولوا تسلموه اللي هو برضو اديتوركم وركينج، فلازم تضربوه في واحد ونص. ده في بقى لينك ممبر، في ممبر مايل، في كانت ليفر اهو طالع يمين. بصوا يا جماعه الممبر مايل اتفقنا، الممبر اللينك ممبر طبعا يتصمم لوحده ممبر وحديده يتوزع على المحيط وكل حاجه نفس اللي احنا خدناه في المحاضره دي. الممبر المايل بيبقى من تحت تي على 2 ومن فوق تي كامله، بس بيبقى متسنتر من فوق ومن تحت. نراجع المحاضره اللي قبلها. طيب وادي الاف اس يو فرضنا البي ب 300، ادي النورمال وادي المومنت، خلاص ده المومنت وده النورمال ودي السكاشن اللي انت تصممها. هنصمم سكشن على اللينك ممبر، اكبر قيمه بوزيتيف على النيجاتيف على الفريم واكبر قيمه بوزيتيف ماشي. اما اقول لك ان في اتنين نيجاتيف على الفريم انا ممكن اصمم واحد بس مش لازم اصمم الاتنين واثبتها، يبقى انا بصمم واحد بس اكبر نيجاتيف مش لازم سيكشن واحد واتنين، اختار منهم واحد، اول الكانتليفر واول العمود او اعلى العمود اللي هو اكبر قيمه وعلى الكانتليفر بس، ناخد سيكشن 3 ما نخش سيكشن 6. يبقى واحد على الكانتليفر، اكبر بوزيتيف واكبر نيجاتيف على الكاميرا، اللينك ممبر واعلى العمود واول الكانتليفر، الخمسه كاشن. ودي رسمه التسليح حاولوا ترسموها. بالتوفيق وشكرا يا جماعه. وخلاص كده احنا خلصنا المحاضرات، اللي عاوز اي جزئيه مش فاهمها يبعت لي بس على الواتساب، بس حاجه محدده، مش عاوز يا جماعه كلام مرسل، يعني واحد يقول لي اشرح لي التسليح بتاع الاكزامبل الثالث اللي في الليكتشر 11 بس، ما يقعدش يرغي بقى. فانا ممكن اعمل محاضره كامله على اني اشرح الحاجه اللي هو عاوزها بس، ان شاء الله اخد ربع ساعه في الحاجه اللي هو عاوزها بس. حاول بقدر الامكان يا جماعه ان انتوا اللي عاوزني واتساب متاح وكلكم عارفين رقمي، اللي عاوزني على الجروب انا معاكم على الجروب، اللي عاوزني على الفيسبوك انا موجود على الفيسبوك، اللي عاوز يكتب اصلا كومنت على جلاس روم يكتب لي على جلاس روم. حاولوا تحلوا الاساينمنت وتسلموها براحتكم بس قبل اخر الترم ان شاء الله، عشان مهم جدا. اللي عنده سؤال يسال، اللي عاوز يتصل بيا يتصل، متاح كل الحاجات. حاولوا بقدر الامكان وربنا يوفقكم ان شاء الله. وزي ما بقول لكم انتوا ابعتوا لي حاجه محدده، واللي عاوز يكلمني يكلمني في حاجه محدده، ما يقوليش مش فاهم فريم، لا ذاكر الثلاث فريم، مش فاهم ده ذاكر ده، ما يقوليش مش فاهم اللونج كولم، حاول تفهمها بقدر الامكان وتسال على الجزئيه اللي واقفه معاك عشان تعرف تكمل بعدها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.